Alors, histoire شابة نقدروا نقولوا une belle histoire parce que الأغنية نتاع الشيخ المازوزي نقدم الشيخ المازوزي هو معروف في الجزائر ومعروف في الراي هو تيسكن في وهران في مدينة الراي دونك انا متبع فيه من الصغر نتاعي من الصغر انا عشاق نتاع الشيخ المازوزي وحتى العشاقة نتاع الراي في المغرب العربي كله تيعشقوا المازوزي دونك حنا مشينا في واحد الفكره تري سام كنا ضاحكين هكا في استوديو مع صحابي ومع هشام خاتير. هشام خاتير شكون؟ هشام خاتير توزيع سي تان ارونجور هو وجدي هو معروف في لاسين نتاع الراي معروف قديم ومعروف وعنده الرضا نتاع الفنانين الكبار نتاع الراي دونك قلنا نجربوا الى تجي مع الصوت نتاعي هاد لا شونسون استوار شابه اي سا دوني سا استوار شابه لاحظت واحد الحاجه باللي يحماقوا الفنانه المغاربه الراي اي زادور لو راي اي سي فري كو قلت بالك بوتيتر نقدر نعاود نقدم الراي القديم مي فاشون لا جينيراسيون اللي يعرفوا الراي ماشي ما يعرفوش الراي المغاربه مي بطريقه اخرى و فريمون او فون نتاع باسكو في الراي كاين الفنان مي كاين الكلافي اوسي لو كلافي دونك كاين جوج الفنانه في الراي دونك سي بور سا قدرتها مع هشام خاتير هو اللي معروف هو اللي سي لو كافي لارونجمون نتاع ايستوار شابه اي سي بور سا كون فولي سورتي هاد لا شونسون باش نعاود نرجع الراي القديم مي فاشن هو بزاف يا بوكو اغبرت سي فغي اغبرت باسكو بديت انا من الصغر نتاعي بديت كانت عندي 8 سنين وماشي سهله والفن ماشي سهل الفن ماشي سهل نقدر نقول لك ملي درنا ان دو تخوا سولي من 2000 كنت درنا حاجه توب قلت كيسكي اكثر من 1 2 3 سولي ما يمكنش سي با بوسيبل عبد القادر يا ابو علام دونك ابري بار كونت رجعت مع هاد لا شوسو راني مع محمد عساف و فريمون كنت فرحان باسكو نجحت بزاف والحمد لله يا ربي دونك ابري اون ا يو واحد مون ديو اول داي اول نايت الفن صعيب ماشي سهل اون بليس انا جيت ما كانش سوشيال ميديا احنا ما جيناش بلي مليون دو فيو انا ماشي فنان نوميريك فهمتي فنان قح بكل احترام اللي عندي الفنانة جداد نتاع اليوم واه دونك جينا كانت صعيبه الدنيا كانت صعيبه باش دير انترفيو باش تغني في واحد الحفله باش يجيو عندك باش احنا ما كانش عندنا لي فيو وما كانش عندنا انستغرام من الحمد لله يا ربي دروك وليت في انستغرام جو سي با الا نقدر نقولها انا مي حريفيه حنا سمعت واحد الانترفيو ديال فنان عزيز عليا مغربي صنهاجي قال لك هو 40 عام هو يدمر بارابور على شنو وقع دابا هاد دو جو مع لا فيديو نتاع لطيفه عرفات اللايف ديال لطيفه عرفات قالت باللي جوستومون المينيستير دو لا كولتور عطى الفلوس لشي ناس كي ميريت با وانا نجيك من الاخر جو تروف كالا ريزون عجبني هاد لا فيديو وعجبني حاجه اللي هادشي تحط في الطبله Donc c'est bien. Et j'ai vu une interview de Sanhaji, que je respecte beaucoup, Aziz Aliya, où il a quitté le Maroc. Parce que c'est difficile, c'est dur. Donc ça m'a touché. C'est pas normal. Normalement, le pays qui doit faire attention à le fnan haka. Ana njik men l'akhir. Had la vidéo ajbatni alach. Tahat hadchi le jomhour li ma kanch chayfo tabla.
دونك اوجوردي باش ندخل في التفاصيل ما عنديش الدوسي نتاعها، مي سي بيان كلا تيفارافات هي دفعت على الفنانه ما دفعتش عليها، قالت لهم باللي هذا الفن هذا ما يجيبنيش انا ما يعيشنيش، فهمتي؟ دونك سا سي ريسبكتابل، الفنانه خصنا نحترموها باسكو لا بوزي كلكو شوز في لا طابل. مي بيان سور ضروري، ما يمكنش بريسك 30 عام وانا عندي 40 عام، عندي 40 عام بيان سور. شحال من مره قلت نحبس، راه الفن صعيب، الفن سي تري ديفيسيل، ماشي غير روح وغني. سي مي المسيره نتاعي الحمد لله يا ربي كانوا عندي دي بروجي اللي نجحوا عالميين كوم ان دو تخوا سولاي، تلمون بغيك، بزاف عندي عندي واحد لا ستاتيو في فرنسا في واحد اموزي، صافي بليزير مع فنانه كبار، عندي واحد نقدر نقول سكوب، عندي واحد ديو جديد ان شاء الله مع فنان اللي نحترمه بزاف ونبغيه اسمه عمر، عمر صافي دير ديزي دروز ان رابور فوديل عمر، واو واش تا غادي يخرج ونخليكم دو نيكس. كيف فوت الكوفيد 19 كان صعيب في البدايه، فريمون سيتي تري ديفيسيل، حنا ما كناش عارفين هاد ليبيديمي، هاد لا خايفين بزاف، سيتي تري ديفيسيل. دونك يا ربي ان شاء الله هاد الوباء تمشي يا ربي، باسكو سي دور. انا عندي ان ميساج للفنانه لكاع اللي خدامين في ليفينمونسيال في الموسيقيين، دونك ان اوماج لهاد الناس، هاد الفن ضاع بزاف. استوار شابا يا فوتة معاك جامي عاشا واحد من قبلي، هي العمر ما نقدرش هي انا ننساك ياك غير انتي اللي في بالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.